بدعم وتمويل من شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية وتنفيذ نجوم الفن، أقيم في محافظة مأرب حفلا ترفيهيا وفنيا للمكفوفين في إقليم سبا تحت شعار نسعدهم لنسعد، ورشة عمل بعنوان من الإدارة إلى الريادة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد القداسي. تحت شعار نسعدهم لنسعد، أقيم في محافظة مأرب الحفل الترفيهي والفني للمكفوفين في إقليم سبا بدعم وتمويل من شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية. الإنشاد والفن كان حاضرا في الحفل الترفيهي. مسؤول شبكة النماء اليمنية أكد على أن هذه الفعالية تأتي متزامنة مع ذكرى عيد الاستقلال 30 من نوفمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم البهيج وتزامنا مع احتفالات شعبنا بعيد القلاء 30 من نوفمبر، نقوم اليوم بالحفل الترفيهي للمكفوفين، حيث هؤلاء هم شريحة مهمة في المجتمع، يجب على المجتمع أن يسعى لإسعادهم، وتحت شعار نسعدهم لنسعد وبتنفيذ مبادرة نجوم الفن وبتمويل من شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، نقوم بهذا الحفل يعني لكي نوجه من خلاله رسالة للمجتمع بأن هؤلاء المكفوفين هم شريحة مهمة للمجتمع، ويجب الاهتمام والرعاية بهم ومساندتهم في ظروف الحياة، وخاصة أنهم يعانون معاناة صعبة في ظل فقدان البصر. وندعو كل المؤسسات وكل المنظمات المجتمع المدني والحكومي كذلك إلى مساندتهم والوقوف بجانبهم والاهتمام بهم ورعايتهم وتقديم الدعم والمساندة لهم. مدير عام جمعية أمان للكفيفات نبيلة الوادعية أكدت على أهمية الرعاية والاهتمام للمكفوفين. شريحة المكفوفين شريحة واسعة جدا في المجتمع، لها احتياجات الكبيرة في ظل الظروف التي يعني تعاني منها جميع الفئات، إلا أن فئة المكفوفين لها يعني وضعية خاصة، فكانت هذه الفعالية من باب الترفيه لهم، وأيضا كملتقى تشاوري معهم حول احتياجاتهم التدريبية والتأهيلية والنفسية والإغاثية أيضا. رئيس مركز إبصار أكد على أهمية وجود كيان لشريحة المكفوفين في إقليم سبا. في البداية نشكر محافظة مأرب على هذا الجهود المباركة، وكذلك سنسعى في هذا الاحتفالية إلى أن يكون هناك كيان يجمع المكفوفين في جميع إقليم سبا، ليكون رافدا لهم ومنطلقا لأنشطتهم وبرامجهم، ويكونوا أداة فاعلة في المجتمع، فهذا الكيان سيساعد في تعليمهم وتأهيلهم وكذلك لرعاية مصالحهم والوصول بها إلى المستوى المطلوب. على هامش الفعالية أقيمت ورشة العمل التعريفية بأهمية وأهداف الملتقى التشاوري الأول للمكفوفين في إقليم سبا تحت شعار من الإرادة إلى الريادة. حضر الفعاليات ومستشار وزير الشباب والرياضة داود علوة. الاهتمام بشريحة المكفوفين من قبل المنظمات الداعمة والجهات المعنية يمثل بصيص الأمل ونافذة المستقبل لهذه الشريحة من أبناء المجتمع. لقناة عدل الفضائية محمد قداسي، محافظة مأرب.